الإخوان الأخوات غادي نعرض غادي نعرض على المجلس إذن أنا غادي نرفع الجلسة لمدة ربع ساعة وغادي تستمر الجلسة مغلقة. شكرا. يبدو أن الأحداث اليوم هي امتداد لسلسلة من الأحداث اللي عرفتها الدورة ديال المجالس المنتخبة في طنجة، سواء جامعة طنجة ولا المقاطعات، كتميز بتهجم عناصر على الأعمال ديال والأشغال ديال المجلس بقصد العرقلة والتشويش، ويتعلق الأمر بنفس العناصر بنفس الوجوه بنفس الأشخاص بنفس الطريقة في رفع الشعارات واللافتات. إذا نحن أمام عمل منظم وعمل ممنهج، الغرض ديالو هو العرقلة ديال العمل ديال المؤسسات، وهذا أمر خطير جدا. اليوم رئيس الجماعة طرح على المجلس عقد دورة غير عمومية أو مغلقة، وهو القرار اللي صوتت عليه الأغلبية المطلقة. المسؤولية اليوم في مرمى أو في مربع السلطات المحلية التي يجب أن تتدخل لوقف هذا العبث ولتوفير الظروف ديال الاشتغال ديال هذه المؤسسات ولتجنيبنا الهدر والضياع ديال الوقت ديال المدينة، لأن اليوم احنا عندنا 43 نقطة في جدول الأعمال كلها نقط تدبيرية تهم المصالح ديال الساكنة، تهم مستقبل مدينة طنجة، تهم التدبير ديال المرافق الكبرى، تهم البنية التحتية، التدبير المالي وغيرها، اتفاقية الشراكة مع المجتمع المدني. دي كلها نقط تتعرض اليوم للتوقيف وللعرقلة من طرف نفس الوجوه ونفس الأشخاص وبنفس الأدوات اللي هي لا تنتمي للحق القانوني ولا الحق الديمقراطي. للأسف اليوم أنا كما قلت هذه صور ومشاهد مشينة تبخس العمل ديال المؤسسات وتعطي صورة سيئة عن الديمقراطية في بلادنا وعن احترام القانون. إذا أنا كنشوف بأنه إذا لم تتدخل السلطات المحلية من أجل وقف هذا العبث، من أجل فرض القانون، من أجل ضمان الشروط الكفيلة باشتغال المجلس في كامل الأريحية وكامل الشروط المناسبة لإنتاج القرار العمومي في ما يخص النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة مايو اليوم.